بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن الجزء الثاني من التجربة، من تجربة الميكس ديزاين. بعد ما أخذنا الفريش بروبرتيز أوف كونكريت، اليوم راح ننتقل للحديث عن الهاردن بروبرتيز أوف كونكريت. الآن بعد ما صبينا الكونكريت في قوالب، اتجمد الكونكريت، صار له هاردنينج، اليوم صار وقت نفحصه، وراح نطبق عدد من الفحوصات على الكونكريت بهدف إيجاد الكواليتي أو السترينث بمختلف أنواعها للكونكريت. أول فحص عنا أو الفحوصات بشكل عام مقسمة لجزئين. أول جزء من الفحوصات إشي بنسميه non-destructive tests أو الفحوصات الغير مخربة، يعني فحوصات إذا بنجريها على العنصر الإنشائي أو على الكونكريت in general ما بتخرب هذا العنصر الإنشائي، ما في داعي يصير له، ما في داعي إحنا ندمر هذا العنصر الإنشائي. Non-destructive tests في فحصين مشهورات، أول فحص هو Impact Hammer test والفحص الثاني هو Ultrasonic test. أما بالنسبة لل Impact Hammer test، ببساطة this is a test specially designed for non-destructive testing of concrete structures. Using this test, large areas can be tested for compressive strength, consuming less time and money. إذا هذا الفحص فحص بيسهل عملية الفحص اللي بتصير على العناصر الإنشائية، لأنه بتطلب منا وقت قليل وفلوس قليلة كمان. تمام. The possibility of determination of concrete quality between different sections is also an advantage of this test. كمان بإمكاني أيضا أني أحدد الكواليتي، نوعية الكونكريت بعدد من المناطق المختلفة. ما في داعي أنا أعمل فحص واحد وأدمر فيه العنصر الإنشائي، لا، أنا ممكن أنقل هذا الفحص لعدد من الأماكن لأنه ما رح أخرب أي شغلة. The testing is done by pressing the impact plunger against a solid surface of concrete. الآن شو المقصود بهذا الكلام وشو هو الإمباكت بلانجر؟ الإمباكت هامر أو الشمدت هامر هو عبارة عن في زي النابض هون، هذا النابض بنضغطه على المنطقة اللي أنا بدي أفحص فيها، رح ينزل معي النابض بهالطريقة وبعدين رح يرتد، فرح يصير في ريباوند. تمام؟ إذن هو عبارة عن هذا الإشي اللي بنسميه البلانجر. الآن هذا البلانجر نعمل له pressing against a solid surface of concrete، على سطح الكونكريت الصلب. The maximum height of rebound is recorded and rebound number is obtained according to the scale of impact hammer. من خلال هاي الريباوند، الارتداد اللي صار للنابض هذا، رح نطلع اشي اللي هو اسمه rebound number. تمام. rebound number هذا بيعتمد على نوع الامباكت هامر. This rebound number can then be converted into compressive strength via convergent tables provided with the equipment. الآن هذا الرقم اللي راح يطلع معاي، ببساطة في عندي convergence، زي ما انتم شايفين في convergence هون، هاي convergence ببساطة بتعطيني compressive strength من خلال rebound number. These convergent values vary with the angle of testing and therefore angular corrections should be applied when necessary. الآن زاوية الفحص، هل أنا بفحص بحيث أنه يكون هذا النابض أو هذا البلانجر عمودي مباشرة على السيرفس ولا مايل بزاوية معينة؟ الآن أكيد النتائج راح تختلف معي، عشان هيك في عندي corrections. هاي corrections راح أستخدمها برضو للرقم اللي بطلع معي. تمام. زي ما أنتم شايفين أنا بضغط، ببساطة بضغطوا النابض وبعدين راح يطلع معي هون رقم اللي هو الريباوند نمبر. من خلال الريباوند نمبر أنا ببساطة بقدر أحصل بالآخر على إيش؟ على الكومبرسيف سترينغ. طبعا بالعادة، جرت العادة أنه يتم تقسيم العنصر الإنشائي المراد فحصه، بقسموه لجريد زي ما أنتم شايفين هون بالأحمر. الجريد هاي عبارة عن مربعات، بفحص أنا كل مربع وبسجل الريباوند نمبر وبعدين بأخذ الأفريج إلهم. تمام؟ فعشان هيك أنا ما بفحص بنقطة واحدة، بحاول أكبر المساحة. طبعا الجريد هاي أكيد كل ما كانت الجريد كورس جريد بيعطيني الأكيورسي بتكون قليلة، فعشان هيك احنا بالعادة بنعمل الجريد فاين جريد، وبنحاول انه نعمل اكثر من جريد
في العنصر الإنشائي ونشوف الأفريج تبعت القراءات عشان نطلع الكومبرسيف سترينث. هذا أول فحص. الفحص الثاني هو فحص بسميه الألتراسونيك. الألتراسونيك بيعتمد على سرعة انتقال الموجات أو سرعة حركة الموجات خلال العنصر الإنشائي. Ultrasonic test for concrete is a field test for quality control and inspection of concrete structures. إذا هو فحص بالفيلد بيعملوه، وهذا الفحص بيبين لي برضو الكواليتي عشان أنا أحاول أعمل quality control للكونكريت اللي عندي. تمام. بالعادة ليش إحنا قاعدين نحكي هون الفيلد سواء كان الإمباكت هامر أو الألتراسونيك؟ لأنه بالعادة أنا بالفيلد عندي صار في عندي كولوم جاهز، كولوم مصبوب وجاهز، وفي عندي بيم وفي عندي سلاب وفي عندي وول، فأنا ما في عندي كيوبس أفحصها وأدمرها. لا، أنا هون بستخدم هاي الفحوصات الغير مدمرة عشان أنا أحافظ على سلامة وجودة المنشأة اللي عندي. تمام. It uses measurement of the speed of ultrasonic pulses through the concrete to correlate concrete strength to standard strength. تمام. إذا هو بيستخدم سرعة حركة البلسز النبضات أو الموجات الألتراسونيك، تمام، عشان أنا من خلالها أطلع الكونكريت سترينث. بالعادة using this test we can identify non-homogeneous conditions in the structures such as. بالعادة بيعطيني تقريبا بيعطيني الكواليتي تبعت الكونكريت، بيوضح لي كيف جودة الكونكريت اللي استخدمناه أثناء عملية الصب، فهو ببين لي بعض العيوب، ببين لي الهونيكامبس، الفويدز، الكراكس، and frozen concrete. تمام. فإذا من خلال الألتراسونيك بقدر أستنتج نوعية أو الكواليتي أو جودة الكونكريت اللي أنا استخدمته أثناء عملية الصب. First, the instrument is calibrated using a standard calibration bar and the receiving and transmitting ends are coated with a thin uniform grease layer. تمام. أنا ببساطة الجهاز هذا رح يكون عبارة عن في عندي أنا ترانسميتر، الشغلة اللي بتطلع الموجات، وفي عندي ريسيفر، وفي عندي بلسر اللي منه بتطلع الموجات، وفي عندي تايمر. تمام. التايمر هذا اللي هو عشان يقيس الوقت. المبدأ جدا بسيط، أنا إذا حطيت الترانسميتر والريسيفر فراح يكون في بينهم مسافة. الآن الوقت المقطوع هو عبارة عن السرعة هي عبارة عن الزمن على التايم اللي بيكون التايمر بيطلع ليها. طبعا في الأجهزة ما بيعطيني اللينث والتايم وكذا، لا، بيعطيني الفيلوسيتي، بيعطيني القراءة النهائية، السرعة، سرعة حركة الموجات. أنا من خلال سرعة حركة الموجات بقدر أتنبأ لجودة الكونكريت اللي عندي. ولكن في كلمة هون حكيناها إنه قبل ما أنا أستخدم الجهاز بعمل كاليبريشن، بعاير الجهاز، وبعدين بدهن الترانسميتر والريسيفر، بدهنهن بجريس، بطبقة خلينا نحكي طبقة عبارة عن زي الفازلين أو زي الشحمة. تمام. طبعا هاي عشان ما يكونش في فويدز، ما يكونش في اير فويدز وهوا يعمل على تخريب أو القراءات اللي عندي ما تكونش دقيقة، فأنا بستخدم هاي الجريس. تمام. طيب. The concrete surface is cleaned well to make it dust free. إذا أنا بنظف كمان الكونكريت اللي بدي أحط عليه الترانسميتر والريسيفر. And uniformly distributed grease layer is applied on the concrete surface as well. برضو كمان بحط الطبقة من الشحم هاي، الشحم هاي بحطها على الكونكريت اللي بدي أفحصه. تمام. The transmitting and receiving ends، نهايات اللي هي الترانسميتر والريسيفر of the apparatus is then placed on a marked location of the structure and the machine is turned on to get the reading. الريدنج زي ما حكينا هي عبارة عن الفيلوسيتي. The test is repeated after switching the positions of the transmitting and receiving ends. منغير احنا الآن المواقع تبعت الترانسميتر والريسيفر، منغيرهم في أكثر من مكان أو في أكثر من نقطة على العنصر الإنشائي. Then obtained readings are compared with the standard values to arrive to a conclusion about the concrete quality. الآن ببساطة راح يعطيني بالآخر الفيلوسيتي تبعت البلس، سرعة تحرك الموجات خلال خلال هاي المسافة اللي بتمثل العنصر الإنشائي اللي عندي. الآن كل ما زادت السرعة تعطيني الكونكريت كواليتي بتكون إكسلنت. تمام. ليش؟ لأنه معناها إنه الموجات تحركت بمادة سوليد. تمام. زي ما بنعرف إنه سرعة الموجات تكون أكبر كل ما كانت الماتيريال سوليد.
أما إذا كانت في فراغ الفراغ بقلل من سرعة الموجات أو بقلل من سرعة انتقال الموجات أو حركتها. فزي ما نشوف 4.5 وأكثر كيلو متر لكل سكند بيعطيني excellent concrete quality. أما مثلا إذا كانت السرعة أقل من 3 كيلو متر لكل سكند بتكون doubtful، معناها يعني شغلة جدا سيئة الكونكريت كواليتي. تمام، زي ما احنا شايفين هون الترانسميتر والريسيفر ممكن يكونوا دايركت بهالطريقة، هاي بنستخدمها بالعادة إذا كان في عندي walls أو columns ممكن يكونوا متقابلات، ممكن يكونوا semi direct إذا كان في عندي أنا slab مثلا أو beam أو حتى wall، وبرضه ممكن يكونوا indirect بالطريقة الثالثة، عادي بصير أي حالة من الحالات نستخدمها. شوفوا هون مثلا هاي الدايركت وهاي الاندايركت وهاي السيمي دايركت من عملية القراءة من خلال الالتراسونيك تيست. تمام، طيب التو تيستس اللي اخذناهم كانوا نون ديستركتيف زي ما حكينا، كنا نستخدمهم للعناصر الانشائية الموجودة بالفيلد عشان انا مش مضطر اخرب العناصر الانشائية الموجودة بالفيلد. طبعا في فحوصات اخرى بالفيلد ممكن اعملها ممكن تأثر نوعا ما على العنصر الانشائي، مثلا مثل الكور تيست. كور تيست هذا بنلجأ له في حالات خاصة، انه اذا ما تأكدنا او اذا فشلت الفحوصات اللي سواء كانت compressive strength او حتى هاي الفحوصات بينت لي انه نوعية الكونكريت سيئة او compressive strength اللي obtained من هاي الفحوصات كان اقل من اللي مفروض يكون، ممكن انا اعمل شغلة اسمها الكور تيست. الكور تيست يعتبر destructive test، اني باخذ كور مباشر او قلب خرساني مباشر من العنصر الانشائي وبفحصه في المختبر بالكومبريشن وبطلع الكومبريسيف سترينث والى اخره. تمام، نيجي للجزء الثاني اللي هو destructive tests. destructive tests هي عباره عن الفحوصات المخربه او الفحوصات اللي راح تدمر الكونكريت اللي راح افحصه. تمام، في هاي الفحوصات انا بستخدم الكيوبز والسلندرز والبريزمز اللي احنا اوريدي صبيناها لما كان في عندي فريش كونكريت وقسنا له السلامب والى اخره واخترنا نوعية الكونكريت او الميكس ديزاين اللي بدنا اياه وصبيناها في هاي القوالب عشان نفحصها في الديستركتيف تيستس. ديستركتيف تيستس مينلي في عندي شغلتين رئيسيات انا لازم افحصهم للكونكريت ستراكترز. الشغلة الاولى اللي هي الكومبرسيف سترينث، الشغلة الثانية هي عبارة عن تنسايل سترينث، لازم نفحص هذول الشغلتين ونطلع معلومات عنهم. طيب اولا الكومبرسيف سترينث، زي ما بتعرفوا الكونكريت بسهوله ممكن افحصه بالكومبرشن لانه الكونكريت عباره عن عنصر او الكونكريت عباره عن ماتيريال قويه في الكومبرشن، فانا ممكن افحصه دايركتلي باستخدام الدايركت لود. فلود على اريا زي ما بتشوفوا، لود على البي هي عباره عن لود والاي هي عباره عن اريا، بيعطيني الكومبرسيف سترينث مباشر. ولكن الاريا هاي راح تتغير حسب انا شو بفحص. البريتش اند جوردانيان ستاندردز بالمواصفات الاردنية والمواصفات البريطانية نستخدم كيوبز مكعبات، الادج الوحدة طول الضلع الواحد 150 ملم يعني 15 سنتي، فبكون عندي 150 في 150 وللداخل 150. اما بالنسبة للستاندردز الامريكية ASTM ستاندردز تحكي لي انه لا بفحص سلندرز، والسلندرز بتكون عبارة عن 150 كقطر و300 يعني 30 سنتي ارتفاع. تمام، الآن أكيد القراءات النهائية مش راح تكون واحدة، فبكون في عندي بالعادة شوية correction factors بيستخدموها، ولكن مش هذا موضوعنا. موضوعنا أنه أنا الآن الجهاز اللي بفحص فيه الكومبريشن راح يعطيني reading، راح يعطيني load. أنا اللود مباشر بقسمه على الأريا. طب شو الأريا؟ إذا كنت أنا بستخدم كيوبس فالأريا هي عبارة عن إذا اللود اللي عندي بالكيلو نيوتن، أنا بحاجة عشان يطلع معاي بالآخر السترينث بالميجا باسكال بحاجة تكون اللود بالنيوتن والأريا بالمليمتر مربع. تمام، فاللود بيطلع عندي بالكيلو نيوتن بنضربه بألف بحوله لنيوتن، والأريا بتكون إذا كنت بستخدم كيوبس بتكون 150 في 150، وإذا كنت بستخدم سيلندرز بتكون باي على 4 في 150 تربيع. تمام، طيب بالعادة الكيوبز بتنفحص مباشرة عادي، ما في أي تعديل لسطح الكيوب نفسه. ليه؟ لأنه ببساطة الكيوب أنا إله 6 أوجه. تمام، فما إنه إله 6 أوجه أنا بحاول أختار أنعم 6 أوجه وآجي أفحصها. تمام، يكون عندي أنعم أو الوجه الناعم هون اللي راح يتعرض للضغط مباشرة، وجه ناعم بالجهة الأخرى. أنا اللي بهمني الوجه اللي راح يتعرض لضغط المشين نفسها، بهمني يكون أنعم ما يمكن، فأنا عندي تقريبا 6 احتمالات. فعشان هيك بالعادة بيكون في عندي أنا
إذا بتنتبهوا إحنا لما جينا نصب كان في 5 أوجه اللي هي ال4 أوجه الجانبية، الوجه الداخلي من تحت هذول ملامسات للمولد نفسه فراح يطلعوا معي ناعمات، أما السطح العلوي راح يكون تقريبا هو السطح الخشن نوعا ما، فإذا أنا عندي 6 أوجه ممكن أنا تطلع القراءة معي سليمة. أما بالنسبة للسلندر فأنا عندي بس 2 faces، عشان هيك ممكن احتمالية إنه التو فيسز تكون خشنة نوعا ما، فأنا بحاجة أعدل أو أعاير أو أعالج السطح تاع السلندرز، فعشان هيك بعمل إشي اسمه الكابينج. الكابينج إن أرد أحط هون ماتيريال، هاي الماتيريال تنعم السطح، هاي الماتيريال بالعادة بتكون تقريبا 3 ملي، الماتيريال هاي بتكون إما بتكون freshly cast concrete، stiff portland cement paste، mixture of sulfur and granular material، وهاي الأشهر إنه مستخدم mixture من الكبريت or high strength gypsum plaster or hardening or hardened concrete. ممكن إحنا نستخدم أي إشي بحيث نعالج السطح. أكثر إشي مشهور هو الكبريت من ذوبه، وبكون بالآخر بهالطريقة كأني أنا عملت cover للسطح العلوي والسطح السفلي بحيث إنه يكون smooth enough عشان الماشين تشتغل وما يكونش في ايرورز بالاخر بالقراءات. تمام. طيب اما بالنسبة للتنسايل سترينث اللي هي الشغلة الضرورية الثانية، انا التنسايل سترينث في عندي بالعادة 2 methods او 2 tests، في عندي الدايركت تنسايل وفي عندي الاندايركت تنسايل. بالنسبة للدايركت تنسايل سترينث ما في عندي ستاندرز، اذا ما في ستاندرز بالاي اس تي ام او بالبريتش ستاندرز. ليش؟ لانه بالعادة زي ما حكينا الكونكريت عبارة عن مادة هشة، مادة ضعيفة بالتنشن، مادة قوية بالكمبريشن صحيح ولكنها مادة ضعيفة بالتنشن. لما أجي أفحصها وأمسكها من الأطراف، أكون ماسك العينة من الطرفين، مثلا عندي بريزم أو عندي سلندر وأكون ماسكها من الطرفين، بالعادة رح يصير في عندي فيلير من الأطراف نفسها. ليه؟ نتيجة إشي اسمه secondary stresses. secondary stresses هاي اللي بتكون على الأنز بالمكان اللي أنا مثبت من الكونكريت، فبالعادة بتتكسر العينة من الأطراف. تمام. هاي الستريسز عشانها موجودة أنا بتخلي الموضوع عندي صعب عشان أعمل الدايركت سترينث. تمام. أو الدايركت تنسايل سترينث. طبعا بالمنطقة اللي بمسك فيها بيكون في عندي هاي الستريسز اللي سميناها سكندر ستريسز، والسكندر ستريسز هاي إشي بنسميه الستريس كونسنتريشن، يكون في تركيز عالي من الستريس. تمام. فعشان هيك اذا دايركت تنسايل سترينث بالنسبه للكونكريت ما بنستخدمه. بنستخدم شغله ثانيه اللي هي الاندايركت تنسايل. طيب الاندايركت تنسايل تيست في عندي برضه طريقتين. في الطريقه الاولى اللي هي الاندايركت تنسايل ستريس او تنسايل سترينث باستخدام السبليتنج تيست، والطريقه الثانيه باستخدام الفلكتشرال سترينث. تمام. تيست السبليتنج تنشن تيست بستخدم فيه السيلندرز، والسيلندرز خاصة مصبوبة بأبعاد 100 قطر و200 ملليمتر للارتفاع أو لطول السيلندر. السبليتنج ببساطة كأني أنا بفصم السيلندر بالنص. تمام. بعملها سبليتنج. تمام. بعرضها لضغط بهالطريقة ورح تنفصل معاي لجزئين، إذا طولها 200 ملليمتر وقطرها 100 ملليمتر. فببساطة بكون عندي سبليتنج سترينث اللي هي برضو تنسايل سترينث وإندايركت بالمناسبة، هي عبارة عن 2 في P، والبي اللي عندي اللود اللي بيعطيني إياه الجهاز، على باي في L، الـ L اللي هي 200 ملليمتر، لاحظوا طول كامل موجود عندي، والدي اللي هي الدايمتر 100 ملليمتر. تمام. بيطلع معاي بالآخر النتيجة النهائية للسبليتنج سترينث اللي هي التنسايل سترينث. أما في حال استخدمت كيوبز ممكن أستخدم كيوبز وأفصلها برضه، ولكن المعادلة شوي بتتغير، بتصير 2P على باي في A تربيع الـ A اللي هي عبارة عن الضلع الواحد. تمام. فالضلع هو عبارة عن A والضلع الثاني A، وهاي برضو بستخدم فيها 150 في 150 كيوبز. تمام. أما الطريقة الأشهر صراحة أني أستخدم بريزمز. البريزمز اللي هي شبيهة بالبيمز، يعني البيمز هاي أو البريزمز هي عبارة عن أبعادها 100 في 100 في 300 ملليمتر. تمام. إذا البريزمز هاي تنصب بأبعاد 10 سنتي في 10 سنتي في 30 سنتي. The test is useful since most concrete members is loaded in bending rather than axial tension. Thus, it represents the concrete property of interest. بنسميها بالعادة sigma F، معناها flexural strength. طيب، إحنا بنعرف إنه
النورمال ستريسز بالعادة اللي هي ستريسز هاي إما بتيجيني من دايركت أكسيال لود أو بتيجيني من مومنت. بالعادة الدايركت أكسيال لود اللي هو الدايركت تنشن حكينا إحنا مش مطبق، فعشان هيك بنستخدم الجزء الثاني من المعادلة. إحنا نعرف إنه المعادلة بشكل عام P على A زائد أو ناقص M في C على R. الآن إذا بنقدر نستخدم الجزء الثاني فهو برضه رح يعطيني indication عن الفلكتشرال سترينث أو عن السترينث تبعت الكونكريت انتنشن، فبستخدم الجزء الثاني من المعادلة اللي هو M في C على I. الآن M في C على I أنا هون استخدمت المومنت، since إني استخدمت المومنت بنسمي السترينث فلكتشرال سترينث، تمام؟ وإذا الفلكتشرال سترينث هي عبارة عن السترينث تنسال سترينث بستخدم فيها المومنت instead of الدايركت تنشن forces، تمام؟ أنا برضو عندي هون البيم هاي راح أعرضها للود ومن خلال اللود راح يطلع معي مومنت أكيد. فأنا عندي طريقتين، الطريقة الأشهر هي أني أستخدم center point loading، أحط لود في منتصف البريزم واللود راح يعطيني مومنت وأحسب من خلالها السترينث للبيم. في طريقة ثانية بسميها third point loading، أنه على كل ثلث أحط لود، يعني هذا أول ثلث حطيت لود بعدين ثاني ثلث حطيت لود، تمام؟ فإذا مقسم البيم لثلاث أجزاء أو البريزم ثلث الثلث الثاني والثلث الثالث وحطينا 2 point loads، تمام؟ ال 2 point loads كقيمة مجموعهم يساوي اللود اللي هون، يعني هون اللود لو نفترض انه 100 بالثيرد point loading هي عبارة عن 50 ب 50، تمام؟ لو اجينا على السنتر point loading، السنتر point loading ببساطة اللود راح يطبق على البيم زي ما انتم شايفين، اللود اللي عندي راح يظل يزداد لحد ما يصير في عندي failure بهاي البريزم. ال strength in general flexural strength M في C على I، المومنت هو عبارة عن P في L على 4، ولكن إذا بدي أطلع على L إحنا حكينا البريزم 300 مليمتر كلينث، ولكن فعليا لما أقيس L بقيسها ما بين السبورتس، فهون في عندي شوية مسافة زايدة وهون في عندي شوية مسافة زايدة. قديش هاي المسافة من هون؟ 50 ملي من هون 50 ملي. إذن ال span ال effective span اللي راح أستخدمها هي عبارة عن 200 مليمتر، تمام؟ فاللينث المطبق في المعادلة تبعت المومنت 200 مليمتر. الP من الجهاز لحد الفيلير. الC هي عبارة عن بعد النيوترال أكسس عن المكان اللي أنا بقيس فيه التنشن، فأنا النيوترال أكسس في النص والتنشن بالبوتوم فايبر، فالمسافة هي عبارة عن نص الارتفاع، الارتفاع كله 100، إذن الC عبارة عن 50 اللي راح أطبقها بالمعادلة. الI المومنت أوف إنيرشيا BH على BH تكعيب على 12، البي معاي والH معاي كلهم 100 مليمتر، تمام؟ هاي اللي هي center point loading ببساطة، وراح يصير في عندي failure زي ما انتم شايفين. طبعا هون هذا large scale، هاي عبارة عن الصورة هاي عبارة عن beam، ولكن beam larger scale than the prism، the small prism اللي هي 300 في 100 في 100، تمام؟ طيب الاخر اشي اللي هو الطريقة الثانية اللي هي third point loading. third point loading بنفس المبدأ، أنا بسلط اللود ولكن اللود ما رح يكون direct، رح يتوزع على جزئين، فرح يكون عندي نص ال P هون ونص ال P هون. الآن ببساطة رح أطبق فيه نفس المبدأ إنه الستريس بشكل عام هو عبارة عن M في C على I، ولكن بحكم معاي موقع حصول الكراك. موقع حصول الكراك بيعطيني indication وين صار الماكسيموم مومنت عندي، تمام؟ فعشان هيك إذا صار الكراك عندي ما بين ال 2 point loads بطبق اول معادلة، فالسيجما اف راح تصير 3PL على 2BD square، تمام؟ طبعا الدي المقصود فيها الاتش ببساطة. اما بالنسبة اذا كان في عندي البريك او الكراك اللي صار عندي ما بين اللود ما بين السبورت، يعني في هاي المنطقة او في المنطقة هاي اللي هون، ببساطة راح اطبق المعادلة الثانية P في L على BD تربيع، تمام؟ طيب هاي هيك 2 point او 3 point load. لاحظوا اللود بتوزع عندي على نقطتين مش على نقطة واحدة، وببساطة بصير بعدين failure. طبعا هاي الطريقة اكثر اشي بيستخدموها في highways and airport runways، تمام؟ لانها بتعطيني قراءات افضل، لانه لما تطلعوا مثلا على السيارات اللود اللي فيها موزع على جهتين او على نقطتين او على 2 points، تمام؟ مش concentrated. طيب ظل عندي انا الان للكونكريت اللي فحصته ارسم stress strain diagram. ببساطة عشان ارسم stress strain diagram الstress اللي عندي ببساطة، لو بنحكي عن الstress، لو ناخذ مثلا compressive stress هي عبارة عن كل نقطة P على A، تمام؟ الفورس اللي عندي على المساحة.
اما بالنسبه للسترين، انا هون الجهاز هذا راح يطلع لي زي ما حكينا اللود بالاخر، اللود لحد الفيلير. اما بالنسبه للسترين فبستخدم فيه شيء اسمه السترين جيج. السترين جيج هاي بتقيس لي السترين او التمدد اللي حاصل في العينه، تمام؟ راح يصير بالعينه بناء على البويزنس ريشيو راح يصير فيها توسع بالمساحه وراح طولها يقصر، تمام؟ فالسترين جيج بعطيني الدلتا للديسبيسمنت، تمام؟ محصله التغير هاي الدلتا. فانا ببساطه راح يكون عندي لود بالكيلو نيوتن وديفورميشن بالمليمترز، انا راح احسب الستريس والسترين ببساطه وارسم الرسمه. احنا راح نعطيكم قراءات، راح نعطيكم القراءات مثلا، راح نعطيكم اللود لحد الفيلير، راح نعطيكم الديسبيسمنت، ديسبيسمنت مقصود فيها الدلتا، الدلتا اللي هي اللينث فاينل ناقص لينث انيشال، تمام؟ راح نحسب من خلالها الستريس وراح نحسب من خلالها السترين. الستريس ببساطه هي عباره عن لود على الاريا، اللود بدنا ننتبه انه بالكيلو نيوتن نحوله لنيوتن، والاريا اللي هي مثلا مساحه الكيوب او مساحه الكيوب مباشر بحسبها. طيب اما بالنسبه للسترين، السترين هي عباره عن دلتا على الانيشال لينث، فببساطه انا عندي الدلتا جاهزه. بعد ما اخلص باخذ اكثر من نقطه، هاي النقاط اللي معطيكم اياها باخذها وراح نعطيكم ورقه اللي هي عشان نرسم من خلالها الستريس سترين. ببساطه راح يكون في عندي اكثر من بوينت، ارسم كل البوينتس وبعدين اوصلهم وراح يطلع معي الستريس سترين دايجرام، تمام؟ هيك احنا بنكون خلصنا تجربه الميكس ديزاين بجزئيها او بالاجزاء الاثنين. الجزء الاول كان بيتحدث عن الفريش بروبرتيز اوف كونكريت، والجزء الثاني كان بيتحدث عن هاردند بروبرتيز اوف كونكريت. ويعطيكم الف عافيه.